عهد سلام. ياه قد ايه احنا محتاجين سلام، قد ايه في الايام الصعبة دي احنا محتاجين سلام. طب هو قال ايه على موضوع السلام ده؟ اتكلم في حزقيال 37 عدد 26 وعدد 27، واقطع معهم عهد سلام. معهم يعني مع مين؟ مع شعبه، يعني مع مين؟ انا وانت. في عهد سلام بيننا وبين ربنا، بيقول انا بقطع معاك عهد سلام. العهد ده مؤبد، عهدا مؤبدا، واقرهم واكسرهم واجعل مقدسي في وسطهم الى الابد، ويكون مسكني فوقهم. ايه العز ده؟ ايه العز ده اللي احنا فيه؟ واكون لهم الها ويكونون لي شعبا. يا سلام يا سلام، عهد السلام ده انا محتاجاه قوي، انا اول واحده محتاجاه، وانا عارفه ان كل مشاهدين البرنامج محتاجين السلام. رئيس السلام يسوع المسيح جالنا في ارضنا وزارنا وعاش معانا. عمانوئيل، الله معنا، رئيس السلام معنا، اللي ضمن هذا العهد، العهد الافضل، جه وتجسد في الارض عشان انا وانت وانا وانتي وانا وشعب الرب وانا وشعب الله حول العالم نتمتع بالسلام ده. ياه قد كده بيحبنا، قد كده عايزنا نعيش في سلام. اللحظه اللي تبتدي تحس فيها ان مفيش سلام، قولي لا، انا لي عهد، انا صاحبه عهد، العهد ده مضمون بدم يسوع، انا بحصل على سلامي لاني انا واقفه تحت العهد ده، انا متباركه بالعهد ده. ده عهد مؤبد، يعني مش هيروح، يعني السنين مش هتقضي عليه، يعني الظروف مش هتقضي عليه. عهد سلام.